السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة تدفينا في الشتاء وجميلة جدا، هتعجبكم، مغذية جدا لاطفالكم ودفية. عايزة بقى تسميها زي ما تسميها، عايزة تسميها شعرية باللبن، عايزة تسميها مهلبية الشعرية، اي اسم انت عايزاه تسميه جميل جدا. من كتر بساطتها وبساطة المكونات بتاعتها هتقومي تعمليها على طول، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. يلا بينا نشوف المقادير. معايا هنا كوباية من الشعرية، وكوباية من كوباية لبن، لكوباية ونص من اللبن، وهنشوف مع بعض. ومعايا سكر حسب الرغبة، عايز تحطي كام معلقة، 5 6 اللي انتي بتحبيه، حبة مسكر حبة دلع براحتك. معايا معلقة كبيرة من كريم شانتيه، ومعلقة كبيرة من النشا، وفانيليا، واي نوع مكسرات انت تحبيه، زي ما انا معايا زبيب وبندق، اي نوع مكسرات مش عندك مش مشكله. يلا بينا نروح على النار. حل على النار، انزل حطيت فيها مكعبين زبده كده فلاحي ومعلقتين من الزيت، وانزل بالشعريه واقلب لحد ما تحمر، وحطي معلقتين الزيت مهمين عشان خاطر الشعريه معاكي تبقى مفلفله وجميله. هفضل اقلب انا فيها كده لحد ما تحمر. ما وصلت معايا للون ده كده بالشكل ده كده، خلاص اهدي النار. كوبايه من الميه المغليه، اهم حاجه الميه لازم تكون مغليه معاكي عشان خاطر الشعريه تفضل مفلفله معاكي، ما تبقاش كتله واحده. تمام، انزل بقى باللبن. بسم الله، لبن عادي كنت انا غليه وحطاه في الثلاجه. تمام، هتحتاج كوبايه كمان من اللبن، اسيب شويه دول علشان ادوب فيهم الكريم شانتيه. احط بقى السكر، معلقه 2 3 ونص، انت على حسب ما انت عايزه تعملي، عايزه تعملي مسكر قوي، عايزه دلع، اللي انت حباه. انزل بالكريم شانتيه، دي خطوه حلوه برضو، الكريم شانتيه جربيها وطعمها هيبقى جميل معاكي جدا. احط طبعا فانيليا، لو مش عندك فانيليا سايله حطي من العادي، البودره العادي، وقلب. تحطي بقى المكسرات اللي عندك، زبيب والبندق، تبقى جميله برضو طعمها حلو. اي نوع مكسرات عندك بيقرمش كده في البق وبيبقى طعمه جميل. انزل بقى بالنشا، بسم الله. واسيبها بقى تستوي ونرجع نشوفها مع بعض. خلاص كده بعد ما استوت معانا وريحتها جميله جدا وطعمها تحفه بجد، الكريم شانتيه مخلي طعمها جميل جدا جدا، جربيها بجد هتعجبك. والمكسرات في قلبها مديها طعم كده جميل ومقرمش من جوه. هنعبيها بقى ببولات او كاسات، اي حاجه عندك، هي طبعا شايفينها سايله بس هتربط معانا، بجد مغذيه جدا ومدفيه، مش خدت معانا وقت خالص، وريحتها وطعمها تحفه، هتعجب اولادك وهتدفيكي في الشتاء. حطي بقى اي مكسرات عندك، زبيب، جوز الهند، بندق، لوز، اي حاجه عندك حطيها، بجد تحفه. هي اخدت معايا كوبايه من الميه وكوبايتين من اللبن، جربيها بجد ان شاء الله هتعجبك. وعملت معانا 6 اطباق تحفه بجد، مش قادره اقولك على طعمها، بجد جربيها ان شاء الله هتعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي لي شير وتشيري فيديوهاتي وتعملي اشتراك في القناة عشان توصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.